السلام عليكم، مرحبا بكم. هذه القناة جديدة، هذه أول فيديو راني نصور فيها. حبيت نعرفكم على القناة، الهدف تاعها نعطيكم شوية معلومات على الشيء اللي ناوية نحطه في القناة، وإن شاء الله تنال إعجابكم. فأنا سيدة جزائرية مهتمة كثير بالنباتات، هوايتي المفضلة. أم لثلاث بنات، مقيمة بكندا. مادام عندي هذا الاهتمام وعندي مجموعة من النباتات متنوعة، فحبيت نشارككم بها، نشارككم بعض النصائح، مع أنه نعتبر نفسي هاوية لأنه ما درستش هذا العلم، مجرد معلومات جمعتها مع السنوات اللي اهتميت بها بالنباتات التوعي، فحبيت أن نشارككم بها. كما قلت، الهدف من هذه القناة راح نقسمه على عدة يعني مواضيع، أهم أكثرها يعني نعرفكم بالأنواع تاع النباتات، الأصناف، كيفاش مصنفينهم من خلال عدة مجموعات، كاين لي سيكولونت، لي كاكتوس، لي بلانت تروبيكال، لي زفاب، يعني كاين بزاف. عندي تقريبا عندي مجموعة يعني ما متنوعة، فنحاول نعطيكم نصائح الاهتمام بها من ناحية الري، من ناحية الإضاءة، من ناحية الاهتمام بها، كيفاش تتكاثر نبتة، يعني من خلال نبتة واحدة كيفاش يعودوا عندكم بزاف وحدة تقدروا تشاركوها مع غيركم. فهذه هي، نعطيكم نوريكم مجموعة النباتات، نعرفكم على الأسماء تاعهم، لوريجين تاعهم، يعني الموطن تاعهم الأصلي، وكيفاش نهتموا بهم في أماكن مختلفة. كما قلت لكم، راني عايشة في كندا، يعني الجو بارد بزاف في فصل الشتاء، فالنباتات التوعي كامل ندخلها للبيت، لأنه مستحيل نخليها في الخارج، أكيد رايحة تتجمد ونفقدها كامل. فهذا يعني من بعض يعني النصائح تاع العناية باش تبقى النباتات هذه معك سنوات طويلة. فهذا هو الهدف كما قلت، ومع الوقت رايحة نزيد إضافات واحد أخرين. وإلا عندكم اقتراحات، وإلا مهتمين بعالم النباتات المنزلية وحابين مواضيع خاصة، فما عليكم غير تقترحوهم لي في لي كومنتار وناخذهم بعين الاعتبار. اذا مانيش حابه نخلي هذا الفيديو طويله لانها مجرد تعريف، فحطيت هنا، جمعت لكم فوق الطاوله تاعي هنايا بعض كما يقولوا ان اشانتيون. فهذه باغ اكزومبل، شوفوا ما شاء الله يعني اللون تاعها احمر، هذه نوع من انواع البيغونيا. هنا عندي ان بوم شكل من عده انواع من الكاكتوس، كاين ثلاثه هنايا، ثلاثه نبتات. هذه مثلا نقدروا نعتبروها كاكتوس، مي في الواقع هي مصنفه في كاتيجوري تاع لي زوفوب فوبيا. هذه ايضا سيت اون فوبيا، شكلها غريب، احيانا الاشكال الغريبه تجلب الانتباه تاعي. هذه هنايا مثلا سيت اون اوركيدي، من نوع من الاوركيد، بصح هذه نوع تاعهم الجمال تاعهم يكمن في الاوراق اكثر من الزهور، الزهور تاعهم يعني صغيره بيضاء ماشي كبيره بزاف. هادو تانيك سي دي سيكولونت، مثلا عندك هنايا الخضراء على اليمين، هي سيتون نوع من انواع الاشيفيريا او الاكيفيريا. هذه هنا على اليسار تانيك سيتون سيكولونت، تدخل في النوع تاع الايونيوم. هنايا في الخلف هنايا عندي اون مونستيرا، هذه المونستيرا اللي عندها كما يقولوا بقع من الابيض، ولا كما يقولوا كريم، لا كولور كريم، يسميوها تاي كونستيليشن بلونغلي. هنايا من وراء هنايا هذا ثاني نوع من انواع، هادو سي دي بلانت تروبيكال، يعني نباتات استوائيه. هذه نوع من انواع الفيلودندرون، الاشكال تاع الاوراق تاعها رائعه. هنا في الوراء نوع من انواع دراسينا انظن، هذه الالو، نوع من انواع الالو، بصح هذه كي تحطيها تحت الضوء، يعني تعطيها الاضاءه المناسبه، يصيروا كاع الاطراف تاعها برتقاليه الانواع تاعها. هذه معروفه لا بلانت اريني، سبايدر بلانت، شوفوا هذه، مع انها راهي موجوده في امبو صغير، بصح راهي تعطيني. هذه هي طريقه مثلا نوع من انواع طرق التكاثر تاع النباتات، انك تاخذي وحده من هذو اللي ينشدوا وتحطيها في دون بو، تعطي لك نباتات جديده. هذه هي، ما نكثرش عليكم. اذا كما قلت لكم،
الهدف من هذه القناة هو الاهتمام بالنباتات. كما راكم تشوفوا وقتكم أنا في فصل الشتاء، إذا النباتات تاعي راهي موجودة كامل داخل البيت، بصح كي يوصل الربيع راهي حنخرج نباتات هذه الحديقة ونشارككم بهذه المراحل، وإن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاية إن شاء الله. هيا سلام.